عاوز منه ايه؟ عاوز منه يوصل الناس للفقراء ويخلي الناس تعيش في ديمقراطيه، يبقى في ديمقراطيه في البلد. عايزه يتقي الله ويبص على الشعب الغلبان ويبص ويتعلم من التجربه الاولانيه بتاعت النظام السابق ويصحح الغلط اللي عمله النظام السابق. عايز منه يحل المشاكل المزمنه بتاعت مصر اللي بقى لها اكتر من 50 سنه، مشكله الاسكان، مشكله الزراعه. والرئيس القادم لمصر قدر ان اي مواطن مصري يحصل على حكم يطبقه، مصر هتتقدم كتير جدا. واهم حاجه يحصل في البلد تحقيق للعداله الاجتماعيه، لان ده كان غايب فتره طويله جدا، فكانت ناس واخده فرص كبيره قوي وناس مش واخده فرص على الاطلاق. ده يحقق في العدل والمساواه في المجتمع. أعزائي المشاهدين، موضوع انتخاب رئيس مصر هو شاغلنا كلنا، لأنه هيكون تلخيص لكل مطالب الناس، وهنشوف على إيديه كل أمنياتنا وأحلامنا وطموحاتنا. الرئيس اللي جاي ليس محظوظ كما يعتقد البعض، ده عليه عبء وحمل تقيل، لازم يغير كل السلبيات اللي بنشوفها، لازم ينقلنا نقلة ملحوظة مش بالكلام. يا ترى مين؟ سؤال غريب يعني ما اقدرش اجاوب عليه. طيب انا محتار دلوقتي اختار الشخص اللي في بالي، يعني له شكله، من شكله، من هيبته، من منظره، من طلته، من الكاريزما، من كلامه الحلو. طبعا ده مهم بس مش هياكلني عيش. طب انا عايز شخص يكون له برنامج محدد. من هو الرئيس القادم وشكله ايه؟ مع دكتور هيثم فتح الباب، خبير موارد بشريه باليونسكو. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. مرحبا بك يا دكتور. ويعني يمكن هنبقى عايزين نتكلم على ملامح كثيره من مختلف الجهات في رئيس الجمهوريه القادم، ولكن انا عايز ابدا بنقطه تواصله مع الشعب حينما يكون في هذا المنصب. كيف يكون؟ يعني في بعض البلدان اللي بيكون في مثلا خطاب شهري او اسبوعي مع للمواطن المنتمي لهذه البلد. انا عايزه اعرف يتواصل ازاي عشان ما يحسش بانفصال المواطن، ما يحسش ان الرئيس ده فعلا في برج عاجي ومش حاسس بيا. هو طبعا ملامح الرئيس القادم، احنا بنبص في الاول خالص على الناحيه الكاريزميه، ازاي يبقى هو كاريزماتيك. يعني الناحية الكاريزمية ان الرئيس القادم عشان يبقى متواصل مع الناس لازم يبقى عنده جاذبية، ولازم يبقى عنده نوع من العطاء. وفي شخص تقعدي معاه تحس ان الشخص ده يعني حب انك تقعدي معاه، حب انك تشوفيه. فالكاريزما مهمة جدا، القبول او الكاريزما مهمة جدا للرئيس القادم ان يبقى عنده قبول لدى الشعب. هي مكتسبة الكاريزما دكتور؟ الكاريزما يعني هي ممكن تكون هبة من الله. يعني ممكن تشوف الطفل الصغير ده تقول ان هو عنده كاريزما، ان هو جذاب بالنسبة ليا. بتقعد مع شخص تحس ان القعدة معاه حابب انك تطول معاه القعدة، حابب انك تسمعه. فنبص مثلا على الفنانين بتوعنا، فنان زي احمد زكي او ملامح السمات الشخصيه بتاعته. ممكن الكاريزما دي واحد يستغلها في الخير وممكن يستغلها في الشر. يعني ممكن ان احنا نبص على الفنان، هو ملامح الوجه بتاعته ممكن ما يكونش جميله قوي، لكن طريقه كلامه، طريقه عينيه، الحوار بتاعه، حركه ايديه، كل الحاجات دي بتدي له نوع من الجاذبيه لدى المواطن انت عايز تشوفه. ممكن تكون رغم اني ما نعرفوش. ممكن مواطن تاني، يعني مواطن تاني جاي بالليل رايح يشتري جريده معينه عشان يقرا مقاله لابراهيم نافع. هو ما يعرفش ابراهيم نافع، بس ألمه في كاريزمته، يعني الكاريزما بتاعته في الألم. رايح هتشتري جريده الاخبار عشان تشوفي الرسام الفنان مصطفى حسين في الكاريكاتير، الريشه بتاعته هي كاريزمته. فهي الكاريزما بتبقى نوع من الجاذبية لدى، ممكن تختلف من شخص لآخر. يعني ممكن شخص يشوف الإنسان ده بالنسبة له جذاب، وممكن شخص تاني ما يعني يحكم عليه ان هو مش يعني زي ما بنقول انه جمال عبد الناصر الله يرحمه كان عنده كاريزما. السيد زعيم جمال عبد الناصر الكاريزما بتاعته كانت في الناحية الجسدية بتاعته، يعني البنيان الجسدي، بالإضافة لنبرة صوته
بالإضافة لحركة الإيدين بتاعته، حركة عينيه، غير كده هو كان صاحب ثورة، فالكاريزما بتاعته دخلت أو الزعامة من ثورته، كان صاحب الثورة، فالناس التفت حوالين الثورة بتاعته. تمام. فهي الكاريزما ممكن انت تشوف واحد تاني من الفنانين مثلا زي مثلا محمود المليجي، كنا بنشوفه من ناحيه ايه؟ ان احنا بنشوف ادوار الشر، الكاريزما بتاعته في الشر. يعني احنا شايفينه بس بنحب نشوفه، بنحب نشوف الشخص ده من خلال الادوار اللي بيقوم بيها. في كاريزما تاني من خلال الموهبه، لما بتروح تتفرج على مثلا لاعب زي بيبو او ابو تريكا، بتشوف الموهبه بتاعته، انت رايح بتشوف ملامح السمات الشخصيه بتاعته، لا انت رايح تشوف الموهبه اللي هو بيعملها وبتتفرج عليها. فكل انسان بيختلف من الكاريزما او الكاريزماتيك من شخص للتاني، وبرضو المشاهدين بيختلفوا في رؤيتهم للشخص، بس في ناس بتبقى هبه من ربنا مديهم هبة مكتسبة، وفي نفس الوقت هو بيطور من خبراته عشان يجذب الناس ويجذب الناس ليه. طب احنا معانا تليفون. يعني يمكن واحنا بنتكلم عن الجزء الخاص بالكاريزما والقبول، خلينا نتكلم عن جزء اخر، هو خاص بالنفسيه، التكوين النفسي للمرشح. معنا اتصال تليفوني مع استاذه ريني عاطف، اخصائي علم النفس. بنرحب بيكي معانا، ولو عايز اعرف من حضرتك كيف تري الملامح النفسيه او التكوين النفسي للرئيس القادم. صباح الخير. صباح النور. هنا شايفة صراحة ان الشخصية اللي لازم تحكم مصر في الفترة الجاية شخصية لازم تكون سوية من الناحية النفسية. عن طريق بمعنى ايه يا استاذة ايرين سوية من الناحية النفسية؟ بمعنى ان ما يكونش عنده تمييز، ما يكونش عنده مشاكل نفسية، فلما يجي يتعامل مع شعب يتعامل بناء على تمييز سواء ديني او عرقي او جنس، ما يتعاملش من خلال أفكار يعني تخص هو نفسه شخصيا. لا، المفروض أن يكون في موضوعية وحيادية، أنه يتكلم بمنطق، يتكلم يعني يكون لي يحافظ على هيبة الدولة والقانون، يطبق القانون صح، ما يكونش عنده محسوبية. يعني كل الحاجات دي مهمة جدا أنه هو يكون بيراعيها. جميل يا دكتورة، وفعلا هو الصفات دي مهمة جدا. طب دكتور هيثم، يعني هل برنامج الرئيس اللي هو فعلا هيحقق أمال المواطنين يعتبر كاريزما برضو؟ هو بس طبعًا هو ما عندوش كاريزما، عنده برنامج. عنده برنامج. هو هل المواطنين كلهم على درجة من الثقافة والوعي انه هيقرأ برنامج الرئيس؟ احنا للأسف الشديد عندنا نسبة كبيرة جدا من الناخبين ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، فمش هيعرف برنامج. هو ممكن يروح لناحيه مثلا يقول كاريزما في ناحيه دينيه، ممكن يروح ينتخب على اساس ديني او على اساس عرقي او على اساس، يعني هو مش لازم هيشوف برنامج، لان كل البرامج متقاربه. يعني ده بيقول هصلح في التعليم، وده بيقول هصلح في كل البرامج بتاعه المرشحين متقاربه، لكن هل في الواقع العملي هم هينفذوا البرامج دي؟ فالناخب مشكلته ان هو ما عندوش الوعي وما عندوش الثقافة اللي تأهله انه ينتخب بشكل سليم. نسبة بسيطة جدا من مش ناحية تعليمية بس، ده ناحية ثقافية. يعني هو المشكلة ان مش مسألة ان انا عندي نسبة تعليم ان انا بعرف احدد البرنامج، لا، ده هو بيروح ينتخب على اساس ممكن زي ما شفناها في انتخابات كتيرة في الانتخابات اللي فاتت، برغم ان الانتخابات كان فيها نوع من الشفافية، لكن كانت على اساس ديني او على اساس، فده برضو نوع من الـ يعني عدم المصداقية في البرامج اللي هي متقدمة. يعني لو الشعب معظمه مثقف ومعظمه على درجه من الوعي، نقول في برنامج والناس هتشوف البرنامج الاصلح وتروح تنتخب. طب دكتور، يعني في الحاله دي لو حضرتك هتقدم نصايح للناخب اللي راح يضلب صوته لمرشح هو فعلا يعني زي ما حضرتك ممكن يكون مش مطلع قوي على برنامجه ومش عارف ايه اللي يخليني اختار ده بدل ده، تنصحه بايه عشان يروح فعلا يدي صوته؟ اوكي، انا مقتنع بان صوتي هيروح لهذا المرشح. هو ده دور الاعلام. يعني هو الاعلام في الفتره الجايه المفروض يوعي الـ 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 الناس او يوعي الناخبين للبرامج، ويوعيهم ان المرشح ده مثلا نسبته او هينفذ او عنده آليه تنفيذ للبرامج. لكن احنا شفنا مثلا الفتره اللي فاتت انتخابات مجلس الشعب،
تمت الانتخابات والمواطن البسيط انتظر يشوف أعضاء مجلس الشعب دول هيعملوا إيه. هم بقالهم حوالي 120 يوم. في الفترة اللي فاتت ناس كتير قاعدة تتفرج وتشوف في التلفزيون، هنشوف العضو ده هيعمل لي إيه في دايرتي. ما شافش أي كرامات بقى. لا احنا شفنا بقى في الفترة اللي فاتت، لقينا طبعا إيه الـ كل القوانين اللي بتتعمل في الفترة اللي فاتت كلها لخدمة مصالح سياسية ومصالح شخصية للأعضاء. ده بالعكس، ده بدأوا يعينوا ناس ويجيبوا ناس تبعهم، يعني في بعض دوائر بدأوا الأعضاء قرايبهم يعني. فعدنا كده يبقى الناخب انتبه بقى، وبالتالي مش عايز فعلا يكرر نفس، لو هو كان كده بالتالي وقع في خطأ، هو مش عايز يعني في الانتخابات الرئاسية بقى يكرر نفس. ما احنا نتمنى ان هو يعني تقول له ايه بقى؟ نقول له يعني مصر امانة، المفروض ان انت وانت رايح تنتخب حط مصلحة مصر قبل ما تحط مصلحة شخصية او مصلحة دينية او مصلحة طائفية في حزبانك. طب الهيبة يا دكتور حسام، يعني في متغيرات كتير حصلت بعد الثورة، يعني التطاول على الرموز يعني عايزين نلحق ولادنا الصغيرين ما يقلدوش هذا التطاول. هو الهيبة في نقطتين يعني حصلوا بعد الثورة. كان في دور للإعلام بسيط ان هو بدأ يفهم الناس ان كل المؤسسات بتاع الدولة الناس اللي فيها اللي موجودة، الرموز اللي موجودة فيها ناس تبع مثلا الفلول او تبع النظام السابق، فبدأ يحصل نوع من التطاول من الموظفين في اعمالهم، الطلبة في مدارسهم على الرموز الموجودة. فبنشوف مثلا في مدارس الثانوية او في المدارس الطالب الصغير بيهين معلمه. بدا الموضوع يبدا بحاجه صغيره وتكبر. بدانا نشوف في الطلبه في الجامعات بتحبس العميد، عميد الكليه اللي كنا بنتمنى زمان ان احنا نقف نتصور معاه او نقف نسلم عليه نقول احنا سلمنا عليه. لا ده دلوقتي عادي جدا انهم بيحبسوه وما ينزلهوش، والراجل ده مثلا وصل لدرجه من العلم ما ينفعش ان احنا نهينه او نقول اي الفاظ خارجه. عايزين نلحق ولا فضل الموضوع يتطور لغايه ما وصلنا في الاخر لغايه مفتي الجمهوريه، مفتي الديار المصريه راجل راح القدس، لا خالف الدين ولا خالف القانون. ومع كده برضو احنا هناه ونزلنا في الشوارع ورفعنا حاطين علم اسرائيل وحاجات غريبه يعني ما بقاش في احترام للكبير. او حضرتك تشوف اي مقالات دلوقتي على الانترنت، اي واحد بيكتب اي مقاله تحت كم الاهانات وكم التطاول عليه طب عايزين نلحق اولادنا بقى. عايزين نلحق اولادنا. في برضو حته نقطه بسيطه بس اللي هو اعضاء مجلس الشعب. أعضاء مجلس الشعب في البرلمان برضو لهم تأثير كبير جدا في الوضع اللي حاصل في الوقت ده. ليه؟ أنا كمواطن أو في مواطن بسيط شايف أن عضو مجلس الشعب جايب الوزير، هو طبعا عايز يظهر قدام ده أهل دايرته بقى أن أنا بهين الوزير، فبيجيب الوزير ويبدأ يهين فيه قدام الناس. احنا قاعدين نتفرج وشايفين العضو اللي هو ممكن يكون شايفينه عادي في البلد مثلا بتاعتنا بهين وزير الداخلية. طب ما تاني يوم على طول هينزل امناء الشرطه يمنعوا من مدير الامن انه يدخل مكتبه. يعني دي صور مختلفه من انهيار مختلف القيم يعني في الوقت اللي احنا بنعيشه فعلا، يعني بتحتاج ان احنا يعني ننمي الكثير او نعيد الكثير من القيم اللي ممكن نكون فقدناها في الفترة الأخيرة. يعني يمكن دكتور هيثم بنشكر وجود حضرتك معنا، الوقت خلص. بنشكر وجود حضرتك معنا دكتور هيثم فتح الباب أستاذ الموارد البشرية في اليونسكو، بنشكر وجود حضرتك معنا. شكرا دكتور. شكرا. تواصلين معكم مشاهدينا في صباح الخير يا مصر، خليكم معنا.